فيما يخص القضية تاعي وتاع المصارع نورين فتحي، هي قضية معروفة يعرفها الخاص والعام باللي الجزائر لا للتطبيع ولا للتطبيع. الحمد لله احنا القضية تاعنا القرار هذا خديناه باسمنا احنا كرياضيين ذو المستوى العالي، وانا كمدرب ذو المستوى العالي، وباسم الدولة الجزائرية وباسم الشعب الجزائري، كان علينا غير نسحبوا، وهذا نصرة لاخواننا الفلسطينيين. وكما تعرفوا فلسطين العاصمة تاعها القدس، والقدس هي مصر النبي عليه الصلاة والسلام، أولى القبلتين وثالث الحرمين. هذه المسلمين كاع اللي في المعمورة الأرضية كاع يسالوا في فلسطين، كاع نسالوا فيها. عمار واش تقول مع الناس اللي تحبط التصرف ديالكم؟ نو نو نورمال كاين خاصة على مستوى الاتحاد الجزائري الجزائرية. صريح شو والله التصريحات تاع رئيس الاتحاديه هو قال انا تفاجات بقرار الانسحاب. انا راح نقول له انا اللي تفاجات بالتصريح تاعك، انا نقول له انا راني تفاجات بالتصريح تاعك، وراح يكون رد قوي عليه. انا دوكا راني عيان، سامحوني والله راني عيان بزاف باسكو جينا من طوكيو عينا بزاف، وكانت لابريسيون علينا الضغط لتماك باسكو القرار اللي درناه، ولينا حسينا روحنا حنا لتماك وين كنا في طوكيو مع البعثه مع الممثلين البعثه، حسينا باللي حنا درنا جريمه، ولينا ايكارتي ايكارتاونا لاموني ولامو المصارع، خاصه المصارع عاش ايام صعيبه بزاف، عاش فواحد لابريسيون كارثه، ولا يقول لي يا شيخ واش درت انا، يعني بالك راني غلط بالك، وانا شغل قاعد قلت له ماكش غلط، قلت له راك على حق والحمد لله، والحق كما نقول لك الحق يعلى ولا يعلى عليه، الحمد لله. سامحني فيما يخص البعث القرار الانسحاب، حنا خذينا تيراج وصول، دونك راكو بعثه وممثلين البعثه، تيراج وصول يخرج على الزوج، كي يخرج تيراج وصول على الزوج هو من الزوج حتى للتسعه باش دار ديكلاراسيون على التسعه تاع الليل، وديكلاراسيون دارها مسكين دارها نورمال، عيطت له قناه هذا القرار الانسحاب، هاي ليك هاي ليك هاي ليك، وانا شرفت الجزائر ومنها ومنها الحمد لله. البعثة ودرتو وعملتو ولازم هكذا، ومن الاول نتايا على ما حوشت على التيراج وصول تاع لا ديسيبلين تاعك، نورمالمون انت نورمالمون راك خدام، راك جيت تبريزونتي البعثة الجزائرية، نورمالمون انت توقف على لاتلات، توقف على لي زاتلات، تحوش على التيراج وصول، قال لي مش من لا ديسيبلين، عندنا البوكس، جيب لي تيراج وصول، يخرج تيراج وصول تكون اجور معاه، تكون واقف، هاو عندي تيراج وصول نشوف. قال جيدو طب طحنا مع اسرائيل، حبس عيط المدرب عيط لاتلات ارواح.